يكملوا المشوار ديال التحسيس اللي كنقوموا به. فعلا الجمعية تنظم يوم ويوم علمي بمناسبة الدورة السادسة لعمر طوبين، كتهدت الجمعية تحتفل به كل سنة، وكان أول دورة قمنا بها مع المرحومة فاطمة عوام اللي كانت شاركتنا، وكانت الله يرحمها كانت عديد ناضل معنا، من للأسف الموت كان أقوى من كل شيء، إرادة إلهية. اليوم هو لقاء تواصلي تحسيسي تحت شعار مرض روماتويد تحسيس توعية وتعايش. بالنسبة للشركاء ديالكم في هذا اللقاء، هذا تقريبا من الشركاء ديالكم في هذا اللقاء، وعلاش قررتوا أنها تكون في مدينة الدريبة؟ نعم، الشركاء ديالنا هم أولا وزارة الصحة، مندوبية الدواب، والجمعية المغربية لأبغاء ديال مرضى الروماتيزم، مساعدة مرضى الروماتيزم برئاسة الأستاذة حجاج حسوني ناجية. قررنا بالضبط تكون في الرباط وتكون في هذا المركز، لأن مرضى الروماتويد يعانون من مشاكل الفم والأسنان، وكما علمتم أن هذا المقر نشينا من طرف جلالة محمد السادس نصره الله في رمضان وبناته رفونداسيون محمد السن، كان لنا الشرف الكبير بأن يكون لنا ختام الأنشطة ديال الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الروماتيزم في هذه السنة في هذا المقر. تشكر لسيادتي، تشكر للناس اللي كيعملوا في هذا المقر، تشكر لأي إنسان كيمد للجمعية يد المساعدة بدون مقابل، وهذا شرف لنا كجمعية كمرضى أولا وكجمعية ثانيا، وكما نريد أن الصوت الجمعية أن يرتفع ويرتفع من أجل التحسيس والدعم النفسي لمرضى الروماتيزم. مع رشد الكار تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.